ذكرتي، خلينا نروح للقاء مع النائبة مها شعبان عضو مجلس النواب على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني. خليني الأول أوجه تحية كبيرة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي على الحوار الوطني، وإن لما يكون على مائدة الحوار الوطني قضية مهمة زي قضية التماسك الأسري فده إن دل فيدل على مدى اهتمام القيادة السياسية، وإن قد إيه إحنا في الآونة الأخيرة بدأت تظهر مشكلات كتيرة بسبب العنف الأسري وعدم التفكك والتفكك الأسري وغيرها من المشكلات، وده إن كان سبب فيه عدة أسباب منها اتكلمنا عنها النهارده زي غياب الوازع الديني، ما عادتش الوازع الديني موجود عند الاسره زي الاول، والالتزام بالمبادئ والقيم الدينيه، عدم مراقبه الاسره وغياب الاسره، الاب والزوج انخراطه في العمل طول الوقت، عدم مراقبتهم لاطفالهم، في عدم يعني عدم تدني الدخول، تدني الدخول قصدي سوري، تدني الدخول في الفترة الأخيرة كان برضو سبب من أسباب العنف الأسري، وفي أشياء تانية كتيرة زي مثلا اللي هو المخدرات، انتشار المخدرات والتقدم التكنولوجي اللي بقى دلوقتي موجود بصورة ساخرة، لأن احنا دلوقتي ممكن نكون قاعدين في أسرة واحدة 5 أفراد فيها كل حد فينا قاعد على موبايله، ما عادش فيه حوار ولا نقاشات، في مشاكلنا تقريبا حتى التواصل المواقع التواصل اصبح كل واحد له عالمه المنفرد. بالظبط. النهارده اتكلمنا ان انا من خلالي كنائبه في البرلمان المصري طالبت ان لازم بسرعه اصدار قانون الاحوال الشخصيه، قانون الاحوال الشخصيه قانون مهم جدا ينتظره الجميع في جمهوريه مصر العربيه، لان القانون فيه طياته ومواده الكثيرة، هيبقى فيه حفظ لحقوق الطفل وحفظ للزوج وللزوجة، حفظ لكل أفراد الأسرة. في حالة سرعة ظهور هذا القانون سوف نقضي على الكثير والكثير من المشاكل. طلبت النهاردة أن برضو لازم يكون في قانون، عدة تشريعات فيها قانون ضد العنف الأسري، ويكون في مادة العقوبات شديدة وفي غاية الشدة، لأن العنف الأسري يا أستاذة إيه توصيفه؟ توصيف العنف، العنف له الكثير من الأشكال والتوصيفات، العنف مش شرط يكون عنف بدني، ممكن يكون عنف نفسي، في عنف نفسي وعنف جسدي وعنف جنسي. يعني العنف مثلا أنا هتكلم من خلال إن أنا بمثل فئة زي فئة ذوي الإعاقة، هو أنا دلوقتي لما ألاقي حد ماشي في الشارع بيتنمر على حد من الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم إن في قانون صدر من مجلس النواب اللي هو ضد التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة هو أكثر عنف متداول. ليه؟ لأن الشخص ذوي الإعاقة هو شخص بدنياً هو غير سليم، غير قادر على إن هو يحافظ على نفسه أو غير قادر إن هو يدافع عن نفسه. ادي عنف جسدي للاشخاص ذوي الاعاقه، في عنف زي ما حضرتك قلتي النفسي، ان انا لو حد نظر لي نظره ان انا اقل منه ده بيعمل لي انا مشاكل نفسيه كتيره، ففي فعلا عده انواع للعنف وتختلف من شخص لشخص اخر. طيب احنا بنتكلم عن اسره سليمه، كيفيه الاختيار وما هي التشريعات الواجبه؟ يعني الزواج المبكر مثلا من ضمن الأشياء اللي بتؤدي إلى تفكك حالات طلاق فيما بعد، سواء لعدم التهيئة النفسية، التهيئة الجسدية، غير قابلة أن تقيم حياة سليمة وسوية. لاحظنا في الآونة الأخيرة يا أستاذة هيبة فعلا ارتفاع معدلات الطلاق، لأن في بعض القرى والصعيد على الأخص إن هما بيزوجوا فكرة البنت إنها بتبقى طفلة لسه 15 سنة، وان هي تبقى زوجه، ازاي هي تبقى زوجه ومسؤوله عن اسره وبيت وعن زوج وعن اطفال وهي حتى بدنيا ما اكتملتش، يعني بدنيا هي غير قادره انها تكون ام وتحمل وتربي اسره. لا، كان في برضو قانون عندنا في مجلس النواب ان احنا بنحرم وفي بنبلغ يعني ايه بنعمل عقوبه جامده لمن هو يعني سيزوج بنته قبل السن القانوني. ليه؟ عشان احنا نقدر نحد من مشاكل الطلاق اللي هي بقت مرتفعه، وان احنا نطلع اجيال سويه. طلبت النهارده ان لازم يكون في مراكز تدريب للمتزوجين، وان يكون في كشف
نفسي على فكرة قبل، زي ما دلوقتي في بعض التحاليل بتجرى قبل الزواج، لازم يكون في برضو كشف نفسي، لأن حضرتك زي ما شفتي في الفترة الأخيرة مراكز للإرشاد كمان. بالضبط، لازم يكون مراكز إرشاد نفسي للمقبلين على الزواج، إن حضرتك زي ما شفتي في الفترة الأخيرة إن زوج بيقتل زوجته ليلة الدخلة، إن في برضو زوجة بتقتل زوجها، فإحنا لازم من مراكز الإرشاد دي، وبخاصة ليه بقى؟ إن إحنا عندنا في مصر بيتخرج العديد الآلاف من خريجين أداب وخدمة اجتماعية، حصل ان هم اخصائيين اجتماعيين واخصائيين نفسيين. احنا ليه الناس دي بيبقى لها سنه تدريب، سنه خدمه بعد انتهاء الجامعه، احنا ليه ما بناخدش الناس دي ونأهلها وتكون هي مؤهله ان هي تعمل عمليات الارشاد النفسي لكل مكونات الزواج. دكتوره مها، ماذا تنتظري من توصيات يخرج بها الحوار الوطني؟ لا، انتظر الكثير والكثير، وان شاء الله فيما يخص الأسرة وبناء الأسرة المصرية بشكل متماسك ان شاء الله هيطلع، هيبقى في حزمة تشريعات لصالح الأسرة المصرية، وان شاء الله احنا طالبنا حتى في التوصيات ان يكون الحوار الوطني على مدى فترات طويله، مش ان هو مع انتهاء الحوار الوطني تنتهي المناقشات، لا، لازم يكون في طول الوقت فتره للنقاشات خاصه للاسره المصريه.